تحية لحزب العدالة والتنمية من طنجة حتى القويرة. بإذن الله بإذن الله نواصلون المسير. بإذن الله بإذن الله عدالة وتنمية وإصلاح. بإذن الله بإذن الله مواصلون المسير. بإذن الله بإذن الله عدالة وتنمية وإصلاح ملتزمون بالنضال والكفاح. بإذن الله عازمون على المضي للنجاح. بإذن الله يسطع نور في مصباح من طنجة حتى القويرة إن شاء الله. Me
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرة أخرى متتبعي صفحة حزب العدالة والتنمية على مستوى الفيسبوك، نرحب بكم جميعا في هذه الحلقة الأولى التي تنظمها الكتاب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمحلية، فيها الدكتور الحسن الدودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأستاذ الاقتصاد بالجامعة المغربية. دكتور مرحبا وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك، رمضان مبارك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. تحية طيبة، كلمة لسكان مدينة تيزيت والمتتبعين ديال الصحة تمازيغ إن أمكن سيدي الحسن، بارك الله فيك. إيوا سيدي أسنيني، رمضان مبارك والله يتقبل، ونطلب منهم الصبر في الظروف الصعبة. وتيزيت عندي علاقة مزيانة معها، لأن شكرا لك الشيما ديريكتور ديال تيزيت كنت شاركت فيه في الإعداد. شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا دكتور. إذن يسعدني كذلك أن نستضيف الدكتور حسن الدودي في هذه الحلقة، وأشير إلى أن هذه الحلقة ستشاركني الأخت فاطمة أسلف مشكورة الحوار مع الدكتور حسن الدودي. والأخت فاطمة أسلف هي أستاذة بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بتيزنيت شعبة المحاسبة وتسيير المقاولات. إذن أذكر بالموضوع ديال هذا الضيف الخميس اللي هو الدكتور حسن الدودي، الذي سنتناول معه الجانب الاقتصادي والأزمة اللي خلفتها هذه الجائحة ديال كورونا على الاقتصاد الوطني وما بعد جائحة كورونا. إذن دكتور، في البداية، أزمة كورونا أبانت عن معدن نفيس لدى المغاربة من ناحية الاجتماعية، حيث أبان عن التضامن أخلاقيا وسياسيا، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية. صناعيا، القدرة على الابتكار في ظل الأزمة والحاجة الملحة للعديد من الوسائل اللي تفتقدها العالم بصفة عامة في ظل هذه الجائحة. أش يمكن تقول لنا دكتور في هذا المجال هذا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كل المستمعين بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله القيام والصيام. المغرب، هذه المغرب عنده تاريخ عريق. المغرب في عمره 13 القرن، إذن ماشي أول مرة يتصاب بهذه الأزمات، وكان دائما كيخرج أقوى مما كان عليه بعد الأزمات، لأن هذه بلاد عريقة عندها تاريخ، وكذلك عندها ثقافة التضامن اللي الحمد لله جاب بها الإسلام. اللي بغينا نقول هو نهنيو نفوسنا، نهنيو المغرب، لأن احنا بلد في طريق النمو، ماشي البلد المتقدم، ماشي البلد الغني. الآن يضرب به المثل دوليا في كيفية تعامله مع الجائحة، وكيف أن المواطنين ماشي التزموا 100%، ما كاينش شي واحد في العالم ملتزم 100%، ولكن رغم ذلك، رغم المحيط ديالنا، رغم الفقر، رغم الحمد لله الناس شيئا ما التزموا. اذا هذه ماشي من المغاربه وثقافه التضامن. اذا نهنيو نفوسنا على هذا الشيء. والا شفتوا تبعتوا غير في فرنسا دروك، ما كاينش كلشي كيقول مثلا شوف المغرب اش دار، وفرنسا ما قدرتش دير. وراه من هذا الاسبوع تقريبا غادي نبداو نصدروا الكمام لاوروبا وغيره. اذا الحمد لله استطعنا رغم الموارد المحدوده ديالنا اننا فعلا نهزوا الراس امام الامم ونخرجوا اقوياء. والمغرب الموقع ديالو غادي يتغير بعد هادشي، لا سواء افريقيا او العلاقه مع المحيط ديالو، لان فعلا ابان انه عنده قدرات ذاتيه. كيفاش فعلا هذه القدرات الذاتيه نحركها اكثر في المستقبل ان شاء الله. شكرا دكتور. البارحه دكتور شفت واحد الوصله في التواصل الاجتماعي على ان بعض المغاربه ابتكروا الطائره اللي يمكن انها يعني طائره عن بعد اللي يمكن انها تقوم بالعمليات، عمليه ديال القياس ديال الحراره
بالنسبه للعديد من المواطنين، العديد من المواطنين في الاسواق وفي غيرها من هذا الامر. هذا هذا الجانب اللي بغينا نركزوا عليه من ناحيه الصناعه المغرب، ابانت على ان والعقل المغربي ابان على على هذا الجو ديال 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 هذا الشيء ماشي جديد في المغرب، خاص غير ما كانش تيبان. اما الجامعات المغربيه مشات بعيد، وكنت انا عطيت تمويل خاص لهذا المجال ديال الدرون وبرنامج خاص، والحمد لله ودرنا تجارب غير ما كانش الحاجه اليه. ولكن هذا دروك الابتكار في الجامعه، ولكن التصنيع ملي تبغي تصنع خاصك سوق. اذا ماشي الابتكار هو الصعب، التسويق هو الصعب جدا، لان ما يمكنش تبدا تنتج 10 درون ولا 3 ولا 20، خاصك سوق واسعه. اذا هذا هو المشكل ديالنا، هو التسويق، ويكون جوده في المستوى العالمي. والحمد لله الخبراء عندنا في المستوى ديال الخبره اللي موجوده في الغرب. المشكل هي الصناعات ديالنا، خاصك استثمارات ضخمه وخاصك اسواق كبيره، والشركات الكبرى هي اللي كتستطع تسوق. اذا هذا هو المشكل ديالنا حنا على مستوى التكنولوجيا، هو التسويق والاستثمار والمخاطره بالمال. اما العقول راه كتغادر المغرب، كتمشي وقويه على الصعيد الدولي. اذا ماشي الموارد البشريه اللي خاصنا، هو فعلا نلقاو كيفاش نسوقوا المنتوج ديالنا. ولكن ماشي غير تجي كتسوق واحد المنتوج تكنولوجي جديد وغتسوقو، راه خاصك اموال كثيره باش تقدر تعرب المنتوج ديالك. اذا هذا هو المحدود ديالنا. اذا الطاقات موجوده، ولكن العولمه ما كتسمحش للمغرب يخرج قوي تكنولوجيا على الصعيد الدولي، لان خاصك باموال ضخمه اللي ما موجوداش. اذا تيجيو شركات كبرى اللي عندها الاسواق ديالها وكتخدم المغاربه، وكتعرفوا شحال الاستثمارات الاجنبيه. لماذا؟ لان عندها الطاقات وهما تيسوقوا دوليا. اذا كاين هذا التعاون ديال الانتاج في المغرب من طرف الشركات اللي عندها الطاقه ديال التسويق كبيره جدا عبر العالم. نعم، شكرا دكتور. نتمنى ان بلادنا تحت المراتب، يعني بعد كورونا كما اشرتوا ان البلاد غادي بعد هاد الامور اللي قامت بها من اجراءات نبدا ثم احسن بهذا الحل. ونتمنى ان نفتح ليا مشاركة الاستاذة فاطمة. مرحبا. اولا اشكر الدكتور احسن الدوجي لقبوله دعوه المشاركه في هذا اللقاء بمعيه زميلي سي عبد الله القسطراني. فيروس كورونا المتجدد يرعب العالم ويضعف القدرات الاقتصاديه في مختلف الدول. منظمه التعاون والتنميه الاقتصاديه تتوقع تراجعا اقتصاديا قويا، وتتحدث على انخفاض في نسب النمو في 2020. فيروس كورونا المتجدد أصاب الصين التي تعتبر مصنعاً للعالم، وأضعف الطلب لديها، مما انعكس سلباً على اقتصادات العشرات من البلدان التي ترتبط اقتصادياً بهذا البلد الأسيوي. الصناعة بمختلف أشكالها، السياحة، التجارة، الخدمات، قطاعات آخذة بالانخفاض، والمغرب ليس بعيداً عن هذه الدائرة. سؤالي دكتور، أي أثر للجائحة في ظل الإجراءات الاحترازية على المقاولة المغربية وعلى الاقتصاد المغربي ككل؟ سؤال مهم، ولكن إلى سمحتوش لي غاد نرجع شوية بمستمعين شوية الله. ما عندناش مرجعية بحال هذه الأزمة، ولكن اللي كتقترب منها خاصة في العصر الحديث هو أزمة 1929، اللي ما كانتش أزمة صحية، كانت أزمة مالية في البورصة الولايات المتحدة التي انهارت، ثم أصبحت أزمة اقتصادية. وهذه الأزمة خلفت أزمات كثيرة عبر العالم،
رغم ان ذاك الوقت ما كانش العولمه، كان الاتحاد السوفيتي بوحديته، الصين كانت دوله متخلفه، بريطانيا كان عندها امبراطوريه في المستعمرات، فرنسا كذلك. ورغم ذلك ازمه 29 عمرت تقريبا 10 سنوات الى ان جاءت الحرب العالميه الثانيه، ومن مخلفات ديالها هو تقريبا 25 في هذه البطاله في الولايات المتحده. نسبه البطاله في المانيا كانت وصلت 33%، هي بسبب ديالها طلع هتلر اللي بسببه كانت الحرب العالميه الثانيه. ازمه في فرنسا، ازمه في بريطانيا، هذه كانت فقط انطلاقه ديال ازمه من داخل الاقتصاد. اذن وعمرت قلت 10 سنوات حتى جات الحرب العالميه الثانيه. هذا باش نقولوا ملي تكون واحد الازمه كبيره ماشي بين عشيه وضحاها تتعج المشاكل. هذه الازمه ممكن نقولوا صعيب المقارنه لان الظروف تغيرات، وما كانش ما كانوش البنوك المركزيه، ما كانش البنك صندوق النقد الدولي، ما كانش البنك الدولي، ما كانش هذه المؤسسات كلها اللي كانت عين، وما كانش تدخل الدوله ذاك الوقت بهذه الكثافه. ولكن رغم ذلك تنشوفوا ان كاين بعض المؤشرات اللي كانت شويه كتشير لهذه الازمه. كنعرفوا اليوم في الولايات المتحده عندنا 26 مليون عاطل تقريبا، وكاين ازمه حتى اجتماعيه لان الناس ما لقاو ما ياكلوا في الولايات المتحده. فرنسا الان غير في اسبوع واحد البطاله زادت ب 7.6%. كنشوفوا البطاله في المانيا، في اسبانيا، في ايطاليا، اوروبا كلها. هذه الازمه غطول باش مطال هذه المرض، وباش مطال هذه المرض باش ما يكون غادي يكون تاثير سلبي على الاقتصاد. لان من بعد ما تنقولوش المرض غادي يبقى شهر ولا شهرين، غادي يبقى حتى يلقاو ان شاء الله شي دواء، شي لقاح الى القوه. لان ماشي بالضروره هاد الفيروسات كلهم عندهم لقاح، حتى نشوفوا ايبولا ولا السيدا ما عندهاش ما بقاوش. هذه ايضا دكتور، دكتور تحدثتم عن الحرب العالميه الثانيه، ولكن هذه ايضا راه حرب بين الصين وامريكا، وتلقي بظلالها سلبا على البلدان العالم. يعني هي غير اقتصاديه الحرب، انا غادي اني جاي لها، لان الان من سيتزعم الاقتصاد الدولي وغيره، هذه تنافسيه طبيعيه بدات قبل هذا الفيروس. باش نقول ان هذه الازمه لا قدر الله قد تكون اصعب من ازمه 1929 اللي ذكرت لكم عليها، اللي هي كانت ازمه خانقه، رغم انها كانت تقريبا غير بين الولايات المتحده واوروبا. الان الازمه تصيب كثير من الدول، وباش ما تنهار واحد الدوله كتجيب معها دول اخرى، لانها مرتبطه بحال الابناك، تتفلس بنكه تيفلسوا ابناك اخرين. اذا هذه العولمه لها عندها ايجابيات وعندها سلبيات. هذه الازمه اذا هي ازمه مركبه، ماشي الخطوره ديالها، لان كاين اللي تيتكلم على الازمات الصحيه اللي فاتت اللي قتلت 50 مليون ولا هذه مش ما تقتلش بزاف، هذه بحال الزكام، ولكن الزكام تيمرض الناس بزاف. اذا الاثار ديالها ماشي وفق حسب الموتى، الاثار ديالها على الاقتصاد وعلى المال. اذا هذا الاقتصاد والمال تيكون قوي، ولكن كيجيه المرض من خارج ذاته. وباش ما استمرت هذه الجائحه باش ما الاقتصاد تيتهلهل. اذا المشكل ديالنا الحمد لله المغرب اختار الانسان قبل الاقتصاد، اذا لا بدات تكون فاتوره اقتصاديه. بعد الدول اللي حاولت ما امكن تختار الاقتصاد بحال الولايات المتحده رجعات باش دير حتى هي الحج، ولكن الان غادي في اتجاه الاقتصاد. ولكن الى الولايات المتحده رفعت الحجر راه ممكن تقول 2 مليون الموتى. اذا المغرب ما مشاش في هذا الطريق الحمد لله. وتتشوفوا ان يضرب المثل بالمغرب، لان تقريبا نعم 77 مره العدد الموتى اقل من فرنسا بالنسبه ل 100000 نسمه. اي فعلا هذا الجانب الصحي الناس تيتشكاو من المستشفيات ديالنا، من الاطباء ديالنا، هذا البرهان
النتائج ديالنا احسن من النتائج ديال عدد كبير من الدول الاوروبيه. اذا فعلا هذا الجانب الاقتصادي هو اللي مهم بزاف، هو ان الفاتوره ستكون صعبه جدا، وتعرفوا باللي موارد الدول بما فيها المغرب لا يمكن ان تستمر في دعم الاقتصاد على النموذج الحالي، ومضطر كل الدول تقريبا مضطره لانتاج النقود، ما يسمى بالفرنسي لا بلانش ابيي، لان الموارد الماليه الموجوده دوليا غير كافيه لسد حاجيات الدول. اذا ان الدول غتمشي باش فعلا تنتج النقود، وغادي ممكن يكون النتيجه ديالها شويه التضخم، ولكن المغرب ما عندوش مشكل التضخم، لان بالعكس بعدد كثير مرات بين 1 و 2%، واخا ينتج النقود ممكن نطلعوا تضخم 3 ولا 4%، ماشي مشكل، وما غاديش ينعكس بزاف على الاسعار، واخا يكون شويه التضخم لان كاين وفره العرض. دروك المواد الفلاحيه متوفره لان الصادرات ديالنا تقلصات الصادرات، اذا عوض ما تنصدروا راه المنتوجات الفلاحيه كلها موجوده في السوق، اذا ما غاديش ينعكس على القوت اليومي للمواطن، غادي ينعكس على قلنا على استيراد المواد، بعض المواد الاجهزه اللي عندنا في الاسواق الداخليه. المغرب مضطر يحد من استيراد بعض المواد التكميليه لان العمله الصعبه اللي عندنا خاصنا نحافظوا عليها. علاش؟ لان السياحه كانت تجيب لنا العمله الصعبه، تحويلات المغاربه كانت تجيبوا العمله الصعبه، الاستثمارات الاجنبيه كانت تجيب العمله الصعبه، هذو كلها غتقل. اذا هاد العمله الصعبه اللي عندنا خاصنا نحافظوا عليها، وتندير نداء لدوك المواطنين اللي كيسعوا ما امكن يستوردوا اي مواد باش هو يربح وبلادو كتخسر. هاد المواد اللي كنبيعوا صحيح ماشي ضروريه، علاش نستوردوها في هاد الظروف؟ تما خاص يكون المواطن المنتج الوطني يبيع المنتوج الوطني، هو منتج وطني ماشي يجلب لي اي حاجه، ماشي بالضروره يكون عندي الماء الخارجي ولا الفرومه، واحد الفرماج ولا مواد تكميليه، ماشي بالضروره تكون في السوق الداخليه في هاد الظروف. هذه ظروف صعبه، اذا خاص هاد الناس خاصه الاسواق الممتازه وغيره اللي كتدخل لها كتبيع لك غير المنتوجات الاجنبيه، ماشي معقول هاد الناس خاص يكفوا شويه من استيراد هاد النوع ديال المواد، وخاصه الحكومه تقوم بالواجب ديالها ما تسمحش باي حاجه. اذا ولكن خاصنا المغاربه يوعوا بلي راه فين ما استورد تنصدروا العمله الصعبه اللي هي ما عندناش، اذا ماشي الربح الخاص على حساب المغاربه، نقلصوا ونكتفيوا بالمواد اللي عندنا الا عند الضروره، نستوردوا القمح، نستوردوا القوت اليومي للمغاربه ماشي مشكل، ولكن نستورد مواد استهلاكيه ترفيهيه ماشي بالضروره. اذا هذا زعما هذه اشكاليه، ولكن الحكومه يقينا انها تقوم بالواجب ديالها باش تحافظ على هذا الشيء. والمغرب الحمد لله اليوم راه عنده ما يكفي من العمله الصعبه، عنده رصيد لا محترم، غادي يدبروا في الظروف الصعبه باش ما يبدروش بين عشيتين وضحاها، لان اكبر مشكل هو العمله الصعبه. ممكن الدرهم في الظروف الصعبه تنتج الدرهم وتجاوز القوانين التقليديه، راه الدول الاوروبيه كلها مسموح لها انها تزيد في العجز في الميزانيه ديالها. والمغرب مقبل ان شاء الله نتمنوا يكون في قانون تعديلي ديال القانون الماليه في جويه، ان فعلا تجيب اجراءات جديده باش فعلا حتى الاستثمارات يمشيو الاستثمارات ديال الحكومه غير في المجالات اللي كتخلق مصايب الشغل كثيره. ممكن ما نبنيش شي طريق ولا شي حاجه، ولكن المشاريع اللي كتخدم الناس خاص هذوك المشاريع اللي فعلا خاصنا نستمروا فيها، وخاص قطاع البناء عاود يبدا. ولكن يقينا ان قطاعات كثيره الاوتيلات المطاعم وقطاع الصناعه التقليديه لان مرتبط بالسياحه، كاين قطاعات كثيره غتضرر، وكاين قطاعات اللي غت فعلا تزيد قوه في هذه الظروف. واذا مستقبل المغرب كيتصاوب دروك الان، شنو هي القطاعات الواعده؟ ما المغرب الان غادي يبدا يصدر منتوجات صحيه وغيره، هذا السوق ديال هذه المنتوجات غادي يستمر لسنوات، لا قدر الله لسنوات، لان المرض الا استمر
إذا اللي شد شي بلاصة خاص يبقى مستمر فيها ويكون فيها البحث العلمي باش فعلا نوجهوا الاقتصاد المغربي واحد التوجه جديد بتكنولوجيا جديدة، لأن كنا تنتكلموا على النموذج جديد. الآن كل شيء داك شيء خاص يراجع في ضوء هذا الأزمة، وتموقع المغرب خاص يتموقع الآن تكنولوجيا شوية تكنولوجيا في مجالات اللي يمكن فعلا يبرز فيها. ولكن الآن اليوم الصورة للمغرب ليست هي الصورة اللي كانت عنده، كيفاش نحافظوا على هذه الصورة وكيف نحافظوا على الطاقات. وما أخشاه هو أن الحاجيات الأوروبية والأمريكية على مستوى الأطباء والممرضين كبيرة، أن فعلا يخطفوا لنا الشيء اللي عندنا، لأن دروك مجال الصحة دروك في الدول تعاني وعندهم عجز كبير. تعرفوا في الولايات المتحدة واحد على ستة طبيب على ستة كلهم أجانب، الأجانب في أوروبا وكثير، وغدا العالم الثالث ممكن يسفوا هاد الأطباء اللي عنده هاد الممرضين. وهذا هو هذه هي التخوف الكبير على المستوى الصحي، خاصة لا قدر الله إلا هادشي استمر. لأن خاصكم تعرفوا الآن كاين المصطلح ديال ستوب أند جو، تيفتحوا ثاني عاود القطاعات، منين يوصل المرض تفشي المرض واحد المستوى كيسد عاود ثاني الحجر. ممكن الحجر ما بعد الحجر، الحجر ما بعد الحجر، ماشي غدا 20 ما يرى الحجر كبير، راه ممكن يجي حجر آخر إلى لا قدر الله المغاربة ما احترموش. إلى تزاد إلى تزاد المرض، لا يقينا غادي تزاد، لأن المرض عايش المواطنين غادي يبداو يتحركوا، ولكن ما يفوتش واحد المستوى أو الثاني من بعد خاص الحجر. هادشي اللي غادير ألمانيا والدول الأخرى ستوب أند جو. أتفق معكم دكتور، غير أنه صحيح أن المغرب ولا الحكومة المغربية قامت بإجراءات استباقية، ولكن بالنسبة للنمو الاقتصادي مندوبية التخطيط تتوقع فقدان 8.9 نقطة من النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2020. وكما تعلمون دكتور بأن في إطار العولمة الاقتصادات مرتبطة بعضها ببعض، وفي إطار سلاسل القيم المترابطة نرى مثلا بأن نشوف غير الصين مصدر ديال الشيء، المغرب يستورد الشيء من الصين. أنا كأعطير مثال، الصين معروفة بالنمو الاقتصادي مهم، معروفة بالبحث العلمي وبالرأسمال البشري، تعطي أهمية كبيرة للرأسمال البشري ولها قدرة تصديرية قوية. ناخذ مثلا غير صناعة الطائرات ولا صناعة السيارات ولا النسيج، تصنيع في المراحل الأولى يتم في الصين وإنهاؤها يتم في الدول الأوروبية. مثلا ناخذ كمثال آخر صناعة الأدوية، المادة الأولية تأتي من الصين، تركيبة ديال الناتج داخل الخام مما يتكون من ثلاث عناصر أساسية: الاستهلاك، الاستثمار، والمبادلة التجارية. برأيكم دكتور، هل هناك يعني مدى حدة هذا الأثر السلبي على المقاولة المغربية وخصوصا المقاولة الصغيرة والمتوسطة؟ وإلى بقات في 8% خصنا نقول الحمد لله، لأن هذا الشيء لدام ما بقاش يتحسب 4 و5 و10 و8%، هذا ممكن 40% و50% إلى الأمور استمرت. هذا هو باش قد تنقل الفاتورة الاقتصادية غتكون مرتفعة جدا، غتزداد لقدر الله البطالة والفقر وغيره. إذن تنوه وتنقل المغاربة خاصنا ثقافة التضامن، هذا الشيء دار اليوم خصو يستمر، خصو يستمر شهور وشهور، لأن الدولة بوحديتها ما يمكنش تقوم مقام المجتمع، الدولة والمجتمع. وهذا هو الوقت فاش نبينو بلي المغرب بلد قوي، ماشي بالغنى ديالو ولكن بالإنسان ديالو، بالثقافة اللي عندنا. راه الحديث النبوي الشريف يقول إذا بات مؤمن جائعا فلا مال لأحد، ما يمكنش واحد يموت بالجوع تقول هذا الشيء ديالي. الجار إلا بات جائعا وانت تتعلم، راه ما بقى دين، ما بقى إسلام. إذن فعلا هذه الثقافة هي اللي باش غادي يبرز المغرب ك
كدولة قوية بين الأمم. وهذه الثقافة بدأت والحمد لله قص فعلا غادي تفتح ضروري تفتح المجال أمام اللي بغي يدير الخير. الآن ما غير ما المشكل ما خاص يشتغل سياسيا، خاص الشيء يكون في إطار الثقافة ديالنا في وطني التعدد وطني، وينساو الناس ينساو الناس شوية الدوات ديالهم. وإلا فعلا شحال من عدد تشوفوا أمريكا الصفوف ديال الكيلومترات باش يعطيو قفة، هذه أمريكا أغنى دولة في العالم. وحنا الحمد لله هذا الشيء راه باقي عندنا خفيف بالنسبة لما يجري من حولنا. إذا هذا التضامن خاصنا نكونوا موجودين ليه، ماشي العشر أيام لخمسطاشر يوم، لشهور. والناس خاص فعلا تدبير المالي الحالي تاع هذا الصندوق اللي كاين خاص يتدبر بواحد الحكمة، لأن هذه الموارد إلا نفدات راه مشكل كبير بالنسبة للناس اللي ما عندهم والو. وخاصة نعجلو بداك السجل الاجتماعي باش نعرفوا الناس شكون اللي خاصو يتعاون وما خاصوش يتعاون. وخاص هاد فعلا هاد الإصلاحات اللازمة بحال هاد صندوق المقاصة خاص يتراجع دروك باش داك الموارد تفرق على الناس اللي كيحتاجوها ماشي يستافدوا منها الأغنياء. إذا هذا وقت الإصلاحات وخاص الناس يصبروا، لأن في الظروف اللي مطلوب الصبر، أما في الظروف اللي كلشي مزيان راه كلشي مزيان، لكن صحيح. الصبر في الظروف هو المطلوب عند الغرب. ارتباطا دكتور ارتباطا بهذا الكلام الأخير اللي تفضلتوا به، أحد المتتبعين أشار إلى سؤال ما مصير مشروع السجل الاجتماعي. هو السجل الاجتماعي كان خاصه يكون موجود في 2023 2024، خاص فعلا التعجيل به. هو صعب خاصة التعجيل في هذه الظروف، لأن خاص يجي عندك تجي عندك لجنة وتسألك وغيره وتنتقل في الظروف ديال الحجر، من الصعب جدا أن فعلا يوجد. ولكن هذا المجهود اللي دار خاص يكون هو أرضية لهادشي السجل. أما السجل فرد نسو واحد 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 ما يمكنش يدار في وقت الحجر، مع الأسف كون وجدنا قبل، كون حلينا ماشي معضلات كبيرة، وكون درنا الإصلاح ديال صندوق المقاصة، لأن تتعرف غير البوطة كدي 12 مليار ديال الدرهم. 12 مليار تعالج بها، أنا كنت قلت اليوم راه غير تمن البوطة مليون عائلة جيها في المعدلة ألف درهم شهريا، مليون عائلة. إذا فعلا عندنا هذه الموارد، وربما هذه الظرفية نضطر أن نعجلوا بهذه الإصلاحات لأنها هي اللي ضرورية في الظروف. نعم شكرا دكتور. بصفتكم كنت وزير في الحكومة السابقة، وزير ديال الحكامة، التوقعات ديال المندوبية السامية للتخطيط، هذا مؤشر خرج في 8 ابريل 2020 الاسابيع الماضيه القليله الماضيه، توقعات ديال المندوبيه الساميه للتخطيط حول الاقتصاد الوطني اكدت ان المغرب سيفقد 15 مليار درهم مع ما تم يونيو. برايكم هذا التوقع هل هو ظرفي ام لا، او لا غادي يستمر؟ لا هذا توقع ظرفي، ولكن توقع لان المندوبيه ما يمكنش تقول لك واش غادي يبقى المراه، ماشي مهمه ديالها. المهمه كدرس واحد الحاجه في وقتها، عاوتاني في جويه غتشوف الامور كي غاديه، لان لا احد ما عندناش مرجعيه في هذه الحاله. لا احد يمكن ان يتكهن بمآلات الاقتصاديات. انا اخاف، ما اخشى هو بعض الدول، ماشي لا اتكلم على المغرب، والاستقرار الاجتماعي في الدول الفقيره جدا، لان الحكومات ما عندهاش موارد اللي تسخرها باش يكون التماسك الاجتماعي. وبعض الدول البتروليه اللي فيها سكان كبير ونهارت اسعار البترول باش غتعيش، راه ترى دول مهددة مع الأسف الاستقرار ديالها مهدد. ويقينا أن هاد الدول غتنتج النقود وغتكون عندها مشاكل أكبر بكثير من مشاكل المغرب. المغرب راه إن شاء الله إلى جدنا نتمنى إن شاء الله شي سنة فلاحية جيدة، تكون الخضار ويكون الماكلة تكون موجودة للمغاربة. راه كاين دول اللي ما عندهاش الطاقات اللي عند المغرب، راه عندك البحر الحمد لله، السمك يكون موجود في السوق. اذا ماشي استقرار المغرب اللي مهدد، الاستقرار ديال واحد الدول مهدد في الدول الناميه ولا الدول البتروليه اللي عندها سكان كثار
والموارد معتمدة فقط على البترول. هاد الدول مهددة في الكيانات ديالها. نعم تفضلي أستاذة فاطمة. سؤال ثاني لكم دكتور. حسب توقعات المنظمات العالمية هناك سيناريو على قدرة الدولة على احتواء الفيروس قد لا يكون له أثر مهم وأن الاقتصاد سيتأثر بشكل طفيف. احنا كان تحدثوا على العولمة اقتصاديا ولكن كاين واحد دابا ولات واحد العولمة الأوبئة. في ظل عولمة الأوبئة هل هناك تنسيق بين الدول من أجل التصدي لمحاربة الفيروس من أجل تفادي الخسائر الاقتصادية؟ لأن كان هو واحد الارتباط قوي ما بين محاربة الفيروس ومواجهة الفيروس وبين الخسائر الاقتصادية. هل هناك تنسيق بين الدول؟ لأن هناك حركة تجارية، هناك مسافرون بين البلدان. المجهود لا يتوقف على ما مدى قدرة البلد الواحد للتصدي لهذا الفيروس ولا يتوقف على المنظومة الصحية لكل بلد، ولكن يتوقف على واحد تنسيق بين الدول لمعالجة ولمحاربة هذا الفيروس. مع الأسف كانت جات ثقافة ترامب اللي هي ضد التعاون بيني بين الدول الملتيلاتيراليزم ومشى البيلاترال دولة مع دولة، وكذلك المنظومة الحالية اللي كتعتمد على الشركات الكبرى في البحث العلمي والبحث على الأدوية المناسبة ما كتسمعش، السياسات كلها سياسات نحو الذات. تنشوفوا غير أوروبا ما كان يجري مع بين إيطاليا وألمانيا وفرنسا وغيره، أن فعلا هذا المرض فاجأ الدول لم تكن مهيئة سياسيا وداخليا لمعالجة هذه الإشكالية، فوجئت وأصبحت كل دولة تعمل وفق مصالحها الذاتية على حساب الآخر. حتى هذا الشيء ديال الكمامات وغيره شيء تيخطف ديال شيء. إذن فعلا في هذه الظروف اللي كتبان فعلا التضامن في أوروبا كان في الظروف اللي كانت الأمور مزيانة، ولكن جات الأزمة لأن غير مهيئة المنظومة الليبرالية غير مهيئة للأزمات. إذا أنت عاود انكماش على الذات، لأن التجارة الدولية راه ماشي حيك بغاتها الحكومات، حيك بغات الشركات الكبرى، ولكن سياسيا إلا بان مشكل تتغلب السياسات الداخلية على التعاون الخارجي، وتنشوفوا الصراعات السياسية داخل المنظومات الأوروبية كلها، كل واحد يدافع عن المصالح الخاصة ديالو. وأوروبا يعني دوزات هذا الامتحان داز عليها صعب جدا، وما عرفناش كي غتخرج أوروبا من هذا الجائحة إذا استمرت. هذا نموذج ديال أوروبا اللي فعلا بينات على القدرة ديالها ديال التعاون الداخلي الاقتصادي وغيره، ولكن الامتحان أول امتحان من هذا النوع فعلا كاد أن يعصب المنظومة الأوروبية. ما كانش تعاون بين الدول، الشركات كل شركة كتبحث على الحل باش غدا تكون قوية، لأن اللي لقى اللقاح الدولة ديالو الحكومة ديال الدولة ديالو غتفوز. إذا كل واحد كيتضارب يلقى اللقاح قبل الآخر. إيوا حنايا تنتسناو اللقاحات يلقاو الآخرين. مع الأسف مواردنا المالية المغرب ماشي بلد غني، راه تنقولها للمغاربة تنقول لهم راه شوف الدخل الفردي ديال كل مغربي إلا فرقنا دوك اللي كيقولوا توزيع عادل اللي نفترض عادل 100% راه تيجي كل مغربي 58 ألف ريال للشهر. وإلا مشينا لشي دول أخرى مقارنة ما كيناش، ولكن غير باش المغاربة يتذكروا تنقول لهم قطر راه عندها 10 مليون في الشهر كل فرد، سويسرا عندها 8 مليون، اسبانيا 3 مليون في الشهر، البرتغال 2 مليون، جيراننا مليون ودايرين حنا احسن. المغرب موارده بسيطه ولكن الحمد لله داكشي اللي داير احسن من كثير من الدول اغنى من المغرب. ولكن مواردنا ما تتكفيناش باش نديروا البحث العلمي في هذه المجالات.
ولكن لا بد دكتور حسب رأيي أنه لا بد من إعادة ترتيب الأولويات. البحث العلمي مهم والمجال الصحي والمجال التعليمي يعني لا بد من إعادة ترتيب ولو لا سهل تقولي لا بد. أسهل حاجة هي نقولوا لا بد. البحث العلمي تنعطيه تقريبا واحد صفر تن واحد في المئة. لين نفترض درنا كاع 3% 4% ديال الاقتصاد المغربي شحال غادي يجي؟ راه الا قلنا 2% ديال امريكا ولا 2% ديال من اليابان ديال راه حجم كبير، ولكن بالنسبه ليا وبالنسبه للدوره صغيره ماذا تمثل؟ ما تشريش بها. كاين الات ديال البحث العلمي اللي هذه الميزانيه ديالنا تديرها غير في المختبرات، جوج مختبرات ولا ثلاثه، عندك موارد قليلة. إذن المغاربة باغين يعيشوا، باغين الخدمة، غتهز الفلوس وديرها في مختبرات كتنافسي مع المختبرات الأمريكية والمختبرات اليابانية، وإلا لقاو قبل منك راه لقاو قبل منك. إذن كتنافسي مع دول، لأن ملي تدخل العلم فيه غير التنافس مع الآخر ماشي الآخر. ناس الآخر عنده موارد وعنده أمريكا كتجلب الخبراء العالم كله كتخطفه، اش غادي تخطفي انت؟ هما تيخطفو منك، الا درت شي واحد غادي يخطفو لك. اللي يا زميلي فينا هو؟ راه في المختبرات الدوليه. شحال من واحد السلاوي راكم شفتوه وغيره، شحال من واحد؟ لان فعلا عندهم الموارد وتيأدي وتيخلصوا. واش انت الاستاذ الجامعي تيبدا ب 13000 درهم؟ كي غادي يعيش ب 13000 درهم؟ الطبيب تيبدا ب 8000 درهم والمهندس وغيره. هادو تيمشيو تيعطيو ميزانيه كبيره ويعطيو الجنسيات غير. إذن هنا عندنا موارد الميزانية ديال الدولة ما كافياش. إذن تنعطيو داكشي على قدر داكشي اللي كاين. تيقول لك الأجور مرتفعة، تيشد واحد 5 ولا 6 د المليون، راه يمشي لبرا يشد أكثر. أنت راه إلا ما طلعتيش الأجور ما تحافظش على الناس ديالك، وما عندكش باش تطلع الأجور. هاد المهندسين اللي كيمشيو ولا الأطباء اللي كيمشيو لأن كاين ظروف العمل وراه الشرط يتخلص مزيان. كون عندنا ضروره الاهتمام بالموارد البشريه باش ما يمشي ضروره الاهتمام مزيان تهتم به. ما واش عندك الميزانيه؟ انت غير كتسلف، انت كتسلف باش تصاوب لوطوروت وباش تصاوب براج كتسلف، لان الموارد اللي عندك ما كافياش. الناس باقي ما عندهمش السكن، الناس باقيين فقراء، الناس باقيين. وغتقول لي غادي نزيد نحيد من هادشي وندير البحث العلمي. ايوا منين تجي المغاربه تيقول لك راني ميت بالجوع. زعما المغرب اختار ما يديرش البحث العلمي، ما عندوش حتى داكشي تيدير، راه كبير بالنسبه للموارد ديالنا ولكن ما كافيش في المنافسه الدوليه. غتنافس مع اليابان في البحث العلمي، غتصاوب الطائرات ديالك، تيجيو الشركات الكبرى تيجيو تيستمروا عندك لان عندك خبره. وهذا هو المغرب خاص ينمي هذه الخبره باش يجلب الاستثمارات الاجنبيه. ماشي هي القوه ديالنا في هذا المجال، ماشي نستمر نقول ننتج الطائره ديالي، لا. كيفاش هاد الشركات الكبرى تكون عندي القدره باش نكون البشر ديالي باش نجلب الاستثمارات باش يخدموا المواطنين، وشويه بشويه وشويه بشويه حتى تستقدم التكنولوجيا وكل المغرب اغنى. وان شاء الله راه افاق واعده بالنسبه للمغرب، اصغر المغاربه بالنسبه للجيل الجاي، ماشي الجيل ديالنا، بالنسبه للجيل الجاي المغرب بلد واعد. راه تنقولهم من هنا واحد 30 سنه ماشي لينا حنا، المغرب غادي يكون من اغنى الدول في العالم. راني قلتها شحال من مره، لان عندنا 95% ديال الاحتياط الفوسفات، ومن هنا 30 سنه تقريبا غادي ينفذ الفوسفات في الصين وفي الولايات المتحده. اذا المغرب غادي يبدا يستحوذ على السوق العالميه على مستوى الفوسفات والمشتقات ديالو. ولكن كيفاش تقول المغرب غادي يولي في 30؟ يقول لك انا نصبر 30 عام، انا في عمري 30 عام ضمنها. اذا فعلا المغرب عنده افاق بالنسبه للجيل الصعيد، خاصه غير نكونوهم شي تكوين اللي ملازم لما سياتي، لان باقي حنا تنكونوا في شي تكوينات اللي اكل عليه الدار وشريب. لان باش تكون في المجال الجديد خاص المغاربه يكونوا مكونين بعد في المجال الجديد. اذا خاصك ترسل طلبه بزاف للخارج باش يجيبوا هاد التكوينات الجديده باش يكونوا. اما لا بدينا نكونوا لدواتنا، ما عندكش الخبراء في مجالات، في كل مجالات. اذا ضروري تعطي المنح للخارج وغيره. اذا الامر ماشي بالهين، خاص راه كل واحد تيقول خاص ندير البحث العلمي، خاص التعليم، خاص مزيان في الكلفه، ولكن
فينا هي الموارد اللي عندك تيقول لك واحد غني؟ راني درت مع عندكم حاضر محاضره في اكادير يا، وكان معنا واحد من اغنى في المنطقه عنده الفلاحه. قلت له شحال عندك من قطار؟ واحد 200 300 قطار. تيقول لك غادي للفيرما. فين مشيت للارجنتين لقيت واحد عنده 250 الف هكتار. واش هاد السيد اللي عنده 200 هكتار وقلت له غني؟ ما غنيش. الا خرجتي للعالم غني بالنسبه لذاك اللي عنده النواله، ولكن تخرجوا للعولمه المغرب تينتج 1100 مليار دولار سنويا. شي 1100 مليار دولار راه الا خرج للعالم المغرب صغير نسبه قليله، نسبه قليله. راه الميزانيه ديال راه بيل جيت ربما عنده اكثر من شي واحد. اذا خاصنا النسبيه منين نبداو نقولوا خاص خاصني نعرف الواقع ديال المغرب وخاصني نفتخر ببلادي، لان رغم هذا الفقر كتقولوا كاين الفساد، كاين عندنا شويه ديال الفساد، راه شويه بالنسبه للاخرين. لان بالفرنسيه يقول لك عندنا دي بو دفا، الاخرين عندهم دي سو دفا بالسطوله. لان كاين الفساد، الفساد كاين في العالم بالنسب، ولكن يكون عندك الموارد غير ديال المغرب ودير هاد المغرب الاول مجالات كثيره على المستوى الافريقي ماشي هو اغنى واحد. راه هذا الفساد اللي عندنا قليل بالنسبه للفساد اللي عند الاخرين. اذا خاص دائما ملي يقول الانسان خاص المغرب يدير. نعم ارتباطا بهذا الموضوع نعم ارتباطا بهذا الموضوع ديال الفساد، تتبع ديال المتتبعين ديال الصفحه، هناك فساد يعصف بالمال العام، يجب سن قوانين صارمه ضد الفساد مثل قانون الاطراء غير المشروع. نمو اعطى نموذج ديال سنغافوره وماليزيا وغيرها من الدول، وحنا راه عندنا ربما مشروع. اش يمكن تقولوا على هذا الامر هذا؟ لا ضروري خاص هذا القانون يدوز لاطراء غير المشروع. واش مصر كانت عندها تحاكم الناس على اطراء غير المشروع؟ مصر دات تحاكم الناس. ضروري يكون عندنا، يكون حتى المغرب. المغرب تغدى قلت لكم ماشي المغرب البارح، التفكير البارح متجاوز. المغرب الا بغى يرتفع لواحد الدرجه اخرى خاص فعلا القوانين ديالو تكون في المستوى المطلوب دوليا. ما يمكنش واحد سرق البلاد وغدا ما تحاسبوش. انا كنت وزير الى بين عشيه واحد غير نخرج من الحكومه ونشري الفرن، وخاص يقولوا لي منين جاك هذه الفلوس؟ منين جاك؟ قبل تدخل الحكومه ما عندكش، ملي سرحتنا ما عندكش، غير خرجت من الحكومه بديت تشري الفيلات والفرن. حتى واحد ما يقول لي والو درو، حتى واحد ما يقول ما يتكلم معايا، ماشي طبيعي. اذا ضروري نبدا من المساءله. لا بدا من المساءله وتعطي الحساب. ضروري المغرب ديال 2020 ما يمكنش القوانين ديالو اقل من القوانين ديال الدول المتقدمه. شكرا دكتور. سؤالي الثالث هو، اكيد ان الاقتصاد الوطني تاثر لا محاله بشكل كبير في نظركم دكتور، ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها ليتعافى الاقتصاد الوطني وانطلاق عجلته من جديد؟ وهل المغرب مستعد لمجابهه تقلبات الاقتصاد العالمي؟ ما كاينش شي واحد يقول ما كاينش شي واحد يقول عندي استراتيجيه ولا انا مستعد، لان ما عرفناش غدا شنو غادي يكون. تدير استراتيجيه ملي يكون الافاق معروف. الان الافاق ما معروفش، حتى قانون الماليه تعديلي ما داروش دروك، لان مازال ما بانش المعطيات. ممكن يكون في جويليه يبان شويه المعطيات الدوليه فين غادي العالم. لا احد يعرف الى اين العالم. المشكل اللي معروف هو ندره الموارد الماليه على الصعيد العالمي. اذا اللي بغى يقترض من برا نسبه الفائده خاصها تطلع، ولكن داخليا خاص نسبه الفائده تهبط في الابناك. ولكن المشكل الابناك هو الناس ما تيخلصوش، ما تيدخلوا ليهاش الفلوس. اذا خاص البنك المغربي يدير سيوله كثيره باش الابناك تكون عندها السيوله باش يكون الرواج. لان درك شحال واحد الابناك كتسنى الناس ما تيخلصوش الكريديات وغيره، وانت جاي كتسلف. اذا هذا كيعني خاص الطلب الفلوس اكثر من العرض، خاص نسبه الفائده تطلع. ولكن درك خاص تدخل ديال البنك المغربي باش فعلا نسب الفائده تهبط باش فعلا المغاربه يستمروا. اذا الا ما كانش الاستثمار راه ما يمكنش يكون الشغل. والاستثمار في مجالات دروك الكساد اللي غادي يكون في مجالات كثيره، خاصنا اشني هو المجالات اللي ممكن ننطلقوا منها. المجال الفلاحي خاصو ينطلق. الحمد لله السدود راه بعدا فيها واحد 50%، لان كانت مع الاسف كالجفاف.
خاص القطاع خاص القطاع البناء عاود يرجع انطلق، لان الى البناء الى انطلق قطاعات اخرى مرتبطه به، خاصنا نشوفوا مجالات هذا صناعه السيارات هو غادي ينطلق شريطه يكون السوق، لان درك واخا تنتج السياره الى ما كانش الناس كيشريو وكيبيعوا ويقينا ان الطلب غادي يتراجع، لان شحال واحد غادي عاطي، شحال من شركه غتفلس. اذا مازال اللي بغى يتكهن غير يحلم تكهنات، ولكن كاين المعطيات الدكتور، كاين المعطيات مثلا السياحه الداخليه مثلا. لا السياحه الداخليه الا قلنا الشركات تفلس وكان البطاله، راه السياحه الداخليه غتقلص، راه ماشي يعني كاين لقاءات جبائيه منين غتجيبي الفلوس للصندوق الدولي، منين غنفاودو وبغينا الدوله تستمر منين غادي يغبروا لها الفلوس، راه فين ما تلقي شي حاجه لا بدا عندها اثار في جهه اخرى. هاد الدوله دارت تسهيلات ولكن الموارد الفلوس ما كيدخلوش لصندوق الدوله، والمغاربه باغيين خاصو فيه خاص الدوله تستمر دير الشغل للمواطنين. اذا هادشي التسهيلات تيكونوا مرحليه، ارجاء للاستهلاك وارجاء للاستهلاك وارجاء للاستثمار. لا ارجاع الاستثمار راه في امريكا في الازمه ديال 1929 روزفلت دار تينيسي اوتوريتي ديال الاشغال، غير شغل الناس باش توزع الفلوس، غير شغل خاصك دير اوراق اللي تشغلي اللي يخدموا فيها الناس، لان الا فلسوا الشركات خاص الدوله دير اشغال كثيره في اللي خاصه في المناطق الفقيره والمناطق اللي فيها البطاله، خاص تشغل الناس وتوزع الاجور باش يشريو الناس، لان ثاني عاود الفلاح الى ينتج وما عندوش المستهلك غادي يكون الكساد حتى على مستوى الفلاحي. راه المنظومه الاقتصاديه مرتبطه، الا قصتي خيط فين تيشعلوا الضوء الحمرين كثار الواحد تيقول، ولكن هذا لا يعني لا انا غير باش نقول لك الصعوبه، لا غير تنقول لك الصعوبه اللي كتواجه الحكومه، كله مرتبط ماشي غير الحكومة ديالنا، الصعوبات اللي كتواجه الحكومات عبر العالم اللي ما كانش عندها رصيد قوي. دروك فرنسا داك الرصيد اللي كدار ما كانش عندها، راه غتمشي للعجز. المغرب حتى هو ملي يدير القانون المالي الجديد لا بدا يكبر العجز خاصه يوصل لواحد 5% ولا 6% في هاد الظروف، لان العجز باش نتسلفوا سواء من الداخل سواء من الخارج. انتما شفتوا الاستثناء باش تسلف المغرب يفوت داك السقف اللي كان ضروري يسمح البرلمان بهادشي. اذا يجي القانون المالي خاص يفتحوا شويه المجال للمغرب باش العجز يكبر، باش فعلا الحكومه قد تواجه هذه الاشكاليات اللي جايه، لان ما هو ات اصعب بكثير من الامور اللي مضات. صحيح انه كاينين قطاعات متضرره، لا احد ينكر ان هناك قطاعات متضرره، ولكن في نفس الوقت راه كاينين قطاعات مستفيده. مثلا بحالاش نقول مثلا يعني بحال مثلا ناخذ غير الشاي اللي كنستوردوه من سميتو من الصين، علاش ما نشوفوا يعني المنتوجات الداخليه، نشجعوا المقاولات على اساس كاين داك الشاي ميد ان موروكو. كانت تجربه في المغرب، كانت الكلفه مرتفعه جدا، وما عندناش الثقافه ديال الناس اللي تينتجوا الشاي بسهوله، ماشي بين شيء غتنتج الشاي الان خاصك تسقيه واحد التقنيه ديال لاسبيرسيون ديال السقي ديالو وغيره، لان ماشي تسقي كما تنسقيو راه غينيا وغيره كتسقي تدير الشاي، ولكن طورات التكنولوجيا ديالها هادشي غادي يجي. ولكن راه الا بديتي اليوم المنتوج عندك 5 سنين ولا 6 سنين باش يجي، باش المساحات كبار وغيره، راه في مجالات كثيره وغديري على حساب الامور اخرى، لان غديري الشاي في البلاصه اللي فيها السقي وغتحيدي حاجه اخرى، تحيدي مثلا الروز ولا تحيدي شي حاجه وديريها هذا فين باش عندك الماء الكافي في كل المجالات. ما عندناش، عندنا الاراضي شاسعه كثيره وما كاينش المياه ديال السقي مع الاسف، وهذا هو التحدي، اكبر تحدي للمغرب غدا هو الماء. لا قدر الله الا جاتنا سنه اشفع عاوتاني، لا قدر الله. هاي راه قلت لكم توا ما يمكنش واحد يتكهن اشنو جاي.
شكرا سيد سيد الوزير سيد عضو الأمانة العامة وزير سابق بطبيعة الحال تتبعا مع الصفحة، هل هناك توجه إلى الطاقات المتجددة للتقليص من الفاتورة الطاقية مع تذبذب أسعار البترول وتبعية الاقتصاد المغربي للاستيراد المكلف للمحروقات؟ هذا تساؤلات ديال المواطنين. أودي دروك الفاشي ماشي في الظروف، لأن الظروف إلى بقت الأزمة البترول غادي يكون فابور تقريبا بالنسبة للزعماء، السعر ديال ما غاديش يرتفع ما دامت هذه الأزمة. الآن حتى لا بغيت تستمر، أنت كتستمر في ورزازات خاص شحال من سنة وماشي بوحديتك، لأن خاص راس مال كبير وخاص تحليات ماء البحر كذلك، ماشي غير هادشي، خاص الطاقات المتجددة وخاص تحليات ماء البحر، لأن المال اللي عندنا ما كافيش للفلاحة والمدن الشاطئية وغيره. إذا الطاقات المتجددة راه المغرب غادي فيها مزيان، راه يضرب به المثل، ولكن راه كاين عندك واحد ما يمكنش دير 100%، إلا وصلنا 50% ما تقولها لحد راه حنا غاديين مزيان. المشكل هي رؤوس الأموال، شحال خاصك ديال الفلوس، باغي دير الطاقة ديال تحلية الماء شحال خاصك ديال الفلوس، كلشي فلوس. أما الناس موجودين، المهندسين المغرب الحمد لله، المتخرجين من الجامعات المغربية والمعاهد مزيانين، ولكن خاص الموارد المالية باش في عدد دير هادشي، ولكن ماشي بسهولة. ايوا تعرفين تبدات ورزازات شحال من عام المغرب غادي في هادشي، ولكن اللي ضروري بسرعة هو تحلية ماء البحر. ما يمكنش الدار البيضاء نعطيها الماء من الماء ديال الداخل، البراجات ممكن نخليهم الداخل، ولكن الدار البيضاء خاصها قريبة البحر. أكادير راه الحمد لله عندكم في أكادير، الحمد لله نعم عندنا جوج محطات، واحدة في أكادير وواحدة تتنجز في تيزنيت كذلك. لا أكبر محطة ديال الفلاحة ديال أكادير خاصة، إيه ديال أكادير نعم ديال أكادير ديال أكادير. إيه ولكن شحال الفلوس خاصة؟ نعم دكتور؟ شحال الفلوس خاصة؟ وهاد الظروف فين غتلقى الفلوس؟ أييه تكلفة باهية، كاين ضياء نقدر نرجعوا للضرورة. نعم نعم تفضلي استاذ. انا كملت الاسئله ديالي انا السؤال الرابع نضيف واحد السؤال اذا كان ممكن. اين وصل البرنامج التنموي الجديد؟ الشباب دابا كيتسائلوا والمقاولين الشباب كيتسائلوا يلا تفتح لهم واحد الباب ديال في اطار البرنامج التنموي، ما مصيره؟ واش البرنامج التنموي هادشي علاش نفكروا ولا ما نحنوا بصدده؟ هذا اللي تنفكروا فيه خاص يتراجع كله. نفكوا بعد هذا الشيء احنا فيه. ايه هذا الشيء، هذه الاجراءات اللي كدار هي اجراءات استعجاليه لانقاذ ما يمكن انقاذه. وهذا الشيء كديروا الحكومات كلها، تتعرفوا الان نسبه الفائده في الولايات المتحده راه تقريبا 0%، وكاين اللي سالي بقى، خاص غير اللي بغى يستمر. المشكل في هذه الظروف الاستثمارات تتكون صعبه، لان كما قلنا الطلب غادي ينقص، لان غتكون مع الاسف البطاله والشركات الصغيره، باش ما زاد الفقر باش ما الطلب كيقل. الان خاص نشوفوا المجالات اللي كنا كنستوردوا فيها بعض الامور وتبدا تنتج لداخل، خاص الشباب يرد البال اش يمكن ينتج من هاد الامور التكميليه اللي حنا كنستوردوها، لان المغاربه كاين واحد الفئه مولفه. اذا هذه مجال باش نقلصوا الاستيراد ونديروا بلاصتو انتاج محلي. اذا خاص فعلا يشوف الانسان اشنو هي الامكانيات ديالو الذاتيه اللي منتوج ويستورد، والقانون الماليه اللي جاي ان شاء الله نتمنى يدير الحد لواحد العدد باش فعلا نبداو المنتوجات الوطنية، لأن كان المنتوج الأجنبي كيهرس لنا المنتوج الوطني، ولكن إلا حدينا منه كتولي السعة شوية الدنيا واسعة للمنتج المغربي باش تكون عنده شي السوق، لأن المشكل هو السوق. داك المنتوج اللي كتنتجي خاص يكون في الجودة ديال المنتوج الأجنبي، ولكن إذا ما كانش المنتوج الأجنبي خاص يكون في لي نورم مثلا المشكل هو الثقافة ديالنا، الثقافة ديالنا هذا جاي من برا صافي راه مزيان. عاودوا رجعوا للمنتوج الوطني والرجوع الى السوق الداخلية، المنتوج الوطني نعم المحلي صحيح واش
دروك كاين شي واحد يقدي يقول المغاربه راه الخبز الشهير خاصنا ناكلو خبز الشهير، هو احسن بكثير من الخبز الابيض. ولكن حتى واحد ما قد يقولها للمغاربه. لا لان دروك البلاد ديالنا الشعير ممكن لان السيكل ديالو قصير ممكن ينتجو الشعير بزاف، ولكن حتى واحد ما قد يقول المغاربه عباد الله راه خبز الشعير احسن من الخبز الفريه، كلهم خاصهم الخبز الابيض. راه هذا الخبز الابيض راه حتى يمرض، راه الخبز الشعير احسن. ولكن انا واحد الاختراق شي مسؤول مزيان يكون يدوس في التلفزيون حتى ياكل الخبز الشعير مع الزيت واتاي باش نعطيو القيمه للخبز الشعير، حتى تمشي تشري درك في السوق تلقى اغلى من الخبز الابيض. وعلاش اغلى من الخبز الابيض؟ لان عوجونا، لان امريكان كانت تعطينا الدقيق الابيض باش نولفوا داك الدقيق باش نشريو الفرينه ديالها، حتى القمح ما بقيناش تنديروه. شكون اللي باقي تيشري دقيق القمح؟ قلل الدقيق ما درنا فرينه البيضاء باش، لان الناس كيعجبهم الخبز الابيض. تعجب فمك وني راه سم الخبز الابيض، سم الفرس الفرس اي لا الخبز الابيض 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 املان اغرم املان هاد السميه صحيح. لا لا هاد الجائحه غتعطينا واحد يعني لي زابيتود اللي غيتغيروا، شحال من حاجه غادي تغير يعني المنظومه الصحيه، وشحال من حاجه غادي تغير. اكيد انه انا خايف على المنظومه الصحيه يخطفوا لنا الاطباء والممرضين، لان هذا عجز بين الدول الاوروبيه وامريكا كلها عجز في هذا المجال. وهذا هو هذا هو كيفاش نحافظوا خطير كيفاش نحافظوا على هذا الشيء اللي عندنا. دكتوره المواريد الميزانيه ديال الميزانيه العموميه لا محاله انها غادي تعرف واحد التراجع يعني ديال الوزارات والادارات والجماعات الترابيه وغيرها، وبالتالي التوقعات اللي منصوص عليها في القانون ديال الماليه ديال 2020 ما كنظنش واش غادي تحقق. ربما كما شرطوا انه كاين غادي يكون لابد ضروري من الضروري انه يكون واحد تعديل ديال الميزانيه. كيفاش كتشوفوا هذا الجانب هذا؟ لا ضروري اعاده توزيع واعاده توجيه ماشي تقشف، بالعكس خاص الدوله تمشي في واحد توجه توسعي ماشي تقشف. الناس يتكلموا على التقشف، ما كاينش تقشف في المغرب، خاص تزيد في العجز ديالها باش تصرف اكثر، لان شي تقشف هي الميزانيه تدير الميزانيه اقل من داكشي اللي كاين وتزير. غير اعاده توجيه الموارد الموجوده، السفاريات ما كاين سفاريات، كاين مثلا باغي يجهز تجهيزات المكاتب وغيره، هادو غتزولها وتوجه المال لشي اخرى، لان ما عندناش واحد الفائض. هادشي اللي عندنا خاصنا نزيدو بالعجز باش تكثر عندنا الموارد، باش الحكومه تكون عندها موارد كافيه لمعالجه واحد العدد الاشكال ماشي الاشكاليات كلها. المغاربه ما يقولوش خاص الدوله خاص 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 خاص، راه الدوله داك جوج دريال اللي كتجبد زائد داك جوج دريال اللي كتسلف كتخسرها بحال اب ديال عائله. تيقول لك كاين شويه الفساد، الفساد راه في العالم كله، اجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بنو ادم فين ما كاين تبعوا الفساد. غير خاص كيفاش تقلل من هذا الفساد، وما راه اوروبا شحال من واحد تيتحكم على الفساد وزاره وغيره. اذا خاص فعلا واحد النوع ديال التدبير، والمواطن يكون وطني في هذه الظروف. اللي ما فهمتش الناس اللي لاباس عليهم شويه وباقيين تيطمع في ديك 1000 درهم ولا 2000 درهم ديال هذا صندوق التضامن. كاين رؤساء بعد المقاولات هما تيطلبوا 1000 درهم و 2000 درهم، حرام. خليوا هاد الناس اللي محتاجين فعلا هما اللي فقدوا العمل. راه هذا هو، راه خاص المحاسبه بعد من يفوت هاد المصيبه، خاص نحاسبوا دوك الناس اللي ما كانوش محتاجين لهاد الفلوس وطلبوهم. راه تصرفوا الفلوس الناس طلبوهم، الحكومه ما يمكنش تقول لا ما عارفاش، ولكن خاص من بعد المحاسبه ديال الناس. ما يمكنش واحد صندوق الدار لهاد الناس المعوزين والمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه ويجي واحد شويه لاباس عليه وتطلبها في درهم و 2000 درهم، هذا حرام. قلت خاص محاسبه هاد الناس من بعد. صحيح، وخص روح المواطنه كما قلت دكتور، روح المواطنه ضروري. ايوا
هذا الروح راه كاينه، ولكن كاين بعض الناس اللي مع الاسف كاين انا وان بعدي الطوفان، هادو ما دو مجرمين، هادو حق المواطن في المغرب. شكرا دكتور على الزمن ديال هذه الحلقه اللي هو ساعه ونصف، احنا غادي نكملوا باش نكملوا في 11 ونص ان شاء الله. كاخر سؤال دكتور، هناك من يقول بان الازمه ابانت على ان المستقبل هو للمقاوله الصغرى والمتوسطه باعتبارها الحاضن للامن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، هل تؤيدون هذا الفكره هذه وهذا التوجه هذا؟ اللي تيقول هذا الكلام حمق. احنا بغينا نشوفوا، لا ما كاينش اقتصاد تيتبنى غير على الصغيره والمتوسطه. شكون غادي يخدم هاد الصغيره والمتوسطه؟ شكون غادي يعطيها الخدمه؟ لان مثلا قطاع السيارات ديك الشركه اللي كتستثمر كتخدم المناوله، الصغيره والمتوسطه راه تكامل الاقتصاد، ما يمكنش الصغيره والمتوسطه تعيش بوحديتها. كي غدير تصدر، كي غدير تبيع على الصعيد الدولي، ما عندهاش المساحة المالية باش دير البحث العلمي والتطور والتكنولوجيا وغيره. إذا تكامل الاقتصاد خاص، هذا تيسميوه بالفرنسية بحال لا غراب دو ريزان، بحال هذاك الشيء العنب، كاين العرش وكاين الحبات، هذاك الحبات فاش يلصقوا خاص ذاك العرش، هذوك الشركات الكبار اللي كيقدموا هذه الشركات الصغرى والمناولة. إذا التكامل خاص منظومة متكاملة، والحمد لله المغرب راه غادي في هذا الشيء. راه عندك شركه بحال شركه الفوسفات الحمد لله راه من اقوى الشركات على الصعيد الجهوي الان، الحمد لله شركات السيارات، شركات ديال اتصالات المغرب، شركات اللي هي كتخدم الاف المقاولات بالمناوله وكتشري من عندها وتبيع لها. اذا ما يمكنش تقول لي هذاك هما تيقولوا اشو كاين، هو الشركه الكبرى تقول كابيتال يوزينغ كابيتاليستيك، اي تطلب راس مال كبير ويد عامله قليله. الشركات الصغرى والمتوسطه ليبر يوزينغ اي ترافايستيك، كتطلب راس مال صغير ويد عامله كثيره. اذا الشركات المتوسطه والصغيره تتشغل لي بزاف، والشركات الكبرى غير التقنيين والمهندسين. اذا ما يمكنش تعيش بالشركات الكبرى بوحديتها ولا تعيش غير بهذه بوحديتها، هذه بوحديتها، خاص هذا التكامل يكون. شكرا دكتور. اخر كلمه دكتور للمتتبعين ديال الصفحه قبل ما نختموا هذه الحلقه هذه، شكرا. ايوا تنقول المغاربه زيد رمضان مبارك، وهذا رمضان هو الانسان كيصوم باش يدي شويه الاجر، وما نخسروش ذاك الاجر وبداك تمرضينا. قال لك رمضان راه ما كاينش رمضان، رافع قلنا لمراد، وتنقولوا من الصبر، لان هذه المحنه لا بدا تدوز، والمغرب عنده رصيد كبير، والوالدين ديالنا وداك تيعاودوا لنا داك الشيء اللي داز عليهم، راه الاوبئه كانت كثيره، ولكن دائما المغرب كان استطاع يتجاوز هذه الاشكاليات. وهذا الشيء ديال الحجر الصحي راه من المفروض احنا كمسلمين نكونوا اولى به، لان هذا حديث نبوي. ما تنذكرش الصيغه المباشره ديال الحديث، ولكن اللي كان في شي بلاد يبقى فيها، اذا كان اللي كان في شي بلاصه يبقى فيها ما بقاش الرواج. هذا حديث، هذا الاصل ديالنا، ما نتقلقوش من هذا الحجر. ولكن الحجر عرفت بلي صعيب اللي عنده شقه صغيره ولا ما عندوش شقه والوليدات كبار وغيره، ولكن هذا امتحان، هذا امتحان، لان تتحافظ على الذات ديالك وتحافظ على المواطنين. الا ما صبرناش في هذه الظروف الصعبه، انت غادي تكون الصبر مطلوب بنا، ما يمكنش الاخرين يصبروا اكثر منا. راه تيقولوا كاين الضيق بارز، عائله تتكون عايشه في 20 متر مربع، 20 ودايرين الحجر، تنقول 20 وقل من 20، وشفت شقق اللي ما عندك فين تحرك. اذا تنقولوا للمغاربه راه
تنتشكاو، ولكن ماشي الناس في اوروبا كلشي عايش مزيان، كلشي عنده دار كبيره. راه تنقولوا دروك الدار ديالو 50 متر 60 متر صغيره، وسير طلب سير قلب على 50 60 متر باريس، راه اللي ساكن في 60 متر راه غني، راه الناس ساكنين في 20 وفي 15 وفي 25 متر مربع. هذا باش ماشي تنقول باش نقولوا راه حنا مزيانين، لا، باش نقولوا للناس راه الناس بزاف في العالم عايشين المشاكل ديالنا وصابرين، وخاصنا اولى بالصبر. والمؤمن راه المؤمن مصاب، والمؤمن خاص يصبر، ولكن هذا الصبر كنقولوا الناس اللي لاباس عليهم شويه فكروا في اللي ما عندوش. ونذكر بهذا الحديث: اذا بات مؤمن جائعا فلا مال لاحد. هاد الناس اللي تراكم في الطروه اش غدير بها؟ شوف هاد الناس اللي ما عندهم والو، عاون هاد الناس اللي ما عندهم والو. اذا هذا هو المطلوب في الظروف اللي الحمد لله بينا على التضامن، وخاصو يستمر ويتوسع، والانسان ديك الانانيه ديالو وهذا اللي تيستوردو مواد ما صالحه لوالو باش يكونوا اغنياء على حساب البلاد. كنقولوا نتقوا الله في هذه البلاد، راه ماشي بالضروره في الظروف تستوردوا لنا اي حاجه. وتنقولوا للمغاربه استهلكوا المواد المنتوج المغربي، خليوا عليكم هذه المنتوجات، راه هذاك تبدير بالنسبه للعمله الصعبه اللي عندنا. راها واخا عندنا واحد الرصيد راه قليل دغيا يلفد الا بدينا ناكلوا غير المنتوجات المستورده. واش حنا محتاجين نجيبوا الماء؟ هادو اللي تيجيبوا قاعد الماء برا هاد مجرمين. الحمد لله المغرب عنده الاكتفاء الذاتي، كتمشي للقهوه تيحط لك الماء ديال برا. خاص المغاربه يقولوا لا ما بغيتش الماء المغربي، عطيني ماء مغربي. واش عندنا ما عندناش الماء؟ اذا هذا هو، هذه الثقافه، هذه واحد الثقافه اللي غادي نبدلوا بها البلاد ديالنا. البلاد غدا تنصوبوها في هاد الظروف. الى هاد الثقافه التضامن وحب الوطن والتضحيه بات، غتبقى مستمره وغنكونوا اقوياء مما كنا عليه في السابق. تقبل الله وقيام الصيام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتور على هذه الكلمه الختاميه. اذا باسم الكتابه المحليه لحزب العداله والتنميه وباسم متتبعي الصفحه، نشكر الدكتور الحسن الدودي عضو الامانه العامه لحزب العداله والتنميه واستاذ الاقتصاد بالجامعه المغربيه، وزير سابق في الحكومه السابقه، نشكره على تلبيه الدعوه في هذه الحلقه الاولى من برنامج ضيف الخميس. كان معي في تنشيط الحوار مع الدكتور الأستاذة فاطمة أسلف. إلى فرصة قادمة نعدكم أن نجدد اللقاء في الأسبوع القادم مع ضيف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.